مساء الورد والمحبة على عيونكم. كل اللي شاهدنا من خلال برنامج جولة مراسل حياة الله، وإن شاء الله أمسية المحبة على عيونكم. اليوم إحنا متواجدين بمكان أغلب أهالي محافظة كربلاء ما يعرفوه، اللي هو مشتل العتبة الحسينية. هذا المشتل موجود بمنطقة الحافظ. إلى طريقين، الطريق الأول اللي هو يربط ما بين المحافظات الجنوبية ومحافظة كربلاء، أو ما يطلق عليه طريق الحلة كربلاء، والطريق الثاني هو طريق الحسينية من جهة باب بغداد توصل لمنطقة الحافظ. هذا المشتل ما موجود به فقط يعني هذه الأجواء الجميلة وحدائق وأشجار استوائية وأشجار ظلية وأشجار خاصة مثلاً للتوزيع، بعض من المواطنين يأخذون من عندها أو الشراء أو يعني ما يشابه هذه الأمور. لكن هناك حديقة حيوان بهذا المشتل، أيضاً توجد حديقة حيوانات مثل ما تلاحظون أنه العوائل موجودة بهذا المكان تتجول تقضي عصرياتها بهذا المكان، قاعدة لطيفة، البعض منهم جايب الأكل جايب شاي، يقعدون بهذه الساحات الخضراء بهذا المكان. يعني الأجواء حالياً يحتاج لها ترويح على النفس، خصوصاً والأطفال لهم متسع من المكان، يقدرون يلعبون، يقدرون يقضون أوقات حلوة. تعال ياي خلي نشوف شون اللي موجود داخل هذا المتنزه عدا اللي ذكرت لكم إياه، وراح نوقف على كل تفصيلة حلوة. تعال ياي زالت الجولة مستمرة، وخلي نشوف أول مكان ترفيهي بالنسبة للأطفال هو موجود بهذا المكان. إذا تلاحظون خلفي العوائل موجودة، وأيضا مثل ما ذكرت أنهم يقضون أوقات جميلة فترة العصر المغربية موجودة بهذا المكان. إذا تلاحظون الأطفال لهم مكان خاص يلعبون به ويقضون بعض الأوقات الجميلة، ويعني نشوف أولياء الأمور ملتهين وياهم ودايخين بالأطفال. السلام عليكم، شلونك يا حبيبي؟ مساء الخير عليك. مساء الخيرات والبركات. شنو هالأجواء الحلوة هنا؟ والله أجواء حلوة طبيعية، يعني اللي خلينا نجي لهذا المكان يعني أولاً بسبب الكهرباء، قطاع التيار الكهربائي، وتعرفون كل زين يعني امبارح واليوم من الساعة 9 بالليل لحد 12 الظهر متنفس بعيد عن الكمامة، أجواء حلوة. الله شاهد من 9 بالليل لحد اليوم 12 الظهر. زين يعني يقولون عطل. شنو المشكله؟ بعد ما اعرف يقولون كيبل ضارب وما اعرف شنو، بعيدا عن اجواء البيت والحر. ضاربه من ذاك الوقت من, من 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 2003 ضاربه الكهرباء ولحد الان وما يعرفون الضرب وين والخلل وين. على كل الحمد لله، على كل حال اللي توفرت لنا هيك اجواء وهيك مكانات وهيك حدائق كمتنفس ومتنزه للاطفال. والله بيتكم هنا بالحافظ؟ لا، بيتنا بالحسينية جوا. يعني جيت من الحسينية؟ اي والله. قد بعد المسافة عنك؟ اي مسافة كيلوين مو اكثر. كيلوين؟ اي زين المسافة. اي لا قريبة، يعني من سكنة المحافظة، يعني زي يعني هنا قطارة مال المي، يعني نترس مي ونجي شوي ننسى الجهال، والحمد لله على كل حال. زين. الاطفال متونسين هنا؟ والله مثل ما تشوف عينك يعني. رغم برايك لو الحكومة المحلية بمحافظة كربلاء مثلا، نقول ان شاء الله يصير بكل مكان هيك متنزه، شنو رايك؟ والله يعني نعيش برقد بصراحه، يعني الحمد لله وخلف الله، يعني على العتبات المقدسه العباسيه والحسينيه على هيك مكانات وهيك اجواء يعني ما شفنا. اما اهليه نعم، او العتبه الحسينيه والعباسيه، اما حكوميه فتلقى نادرا حدائق عاديه يعني بدون حديقه حيوانات. خلينا نرجع للاساس، يعني نشوف انه العتبه الحسينيه او العباسيه ما راح تكون ميزانيتها ميزانيه الدوله اكيد. هو هذا اللي محيرنا يعني زين. نقول ليش هالمشاريع اللي موجوده يعني اليوم مثل هذا مكان ما ياخذ؟ شنو السبب يعني؟ هل من معقول انه ميزانيه العتبه الحسينيه والعباسيه اقل من ميزانيه الدوله او ميزانيه المحافظه اللي ما توفر هيك مكانات وهيك اجواء؟
زين شنو الخلل وين ما اعرف. هسه نرجع للنقطه الاساسيه، المهم هي فائدتنا هسه هاي صح؟ اكيد 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 للصالح العام جوال. اكيد اكيد طبعا والحمد لله. واحنا بدنا نغير جو، وانتم قناه تغيير مشكورين، وخلف الله عليكم على هذا التصوير. لا ما لك، يا رب تغيرون بقناتكم كل شيء والله. طبعا انا ويا انه يكون تواجدنا بمثل هذه المناطق افضل مما احنا نكون. السلام عليكم، مساء الخير. اهلا وسهلا. برايك شنو الاجواء هنا اللي تنقصها اللمسه الحكوميه؟ يعني اليوم هذا المنتزه تابع للعتبه الحسينيه، شيء حلو دخل لمحافظه كربلاء، اعطاها فد لمسه حلوه، موجودين يوم منطقه الحافظ. زين ليش ما الدوله كلها مثلا تنشئ مثل هيك متلزهات موجوده داخل المناطق؟ يعني هل من المعقول يعني الميزانيه اللي موجوده عند العتبه اكبر من الميزانيه الموجوده عند الدوله؟ لا مستحيل طبعا. لكن ليش ما يصير مثل هذا الشغل؟ يعني شنو المشكله؟ طبعا اولا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين بالزهراء محمد وعلى اهل بيته المعصومين المظلومين. طبعا بعد ذي بدء صراحه انا من سكنه ايران وبالذات من سكنة قم المقدسة، فعندما أتيت إلى هذا المنتجع السياحي رأيت فيه الأجواء، يعني أجواء جميلة جدا ولطيفة، والعوائل العراقية كلها متجمعة ويعني شيء يفتخر بها. لكن سألت أنا قبل فترة أحد العاملين في الحديقة والمنتجع فأخبروني أنه تابع للعتبة، أعتقد العتبة العباسية والحسينية مشكوري، يعني كل الأشياء والمستلزمات متوفرة بها. لكن يعني إحنا نلتمس ليس فقط يعني نرى أنه في كربلاء كل شيء جيد وجميل ولطيف ومنتجع سياحي كله يصنع من قبل العتبات، فنرى لماذا لا تكون هذه اللمسة الحكومية؟ يعني لو كانت اللمسة الحكومية تعمل مثل ما تعمل العتبة لكان الآن العراق نحو الأجمل، ولكان العراق نحو الأفضل. نحن الآن يعني خاصة في العراق نرى اللمسات فقط تابعة للعتبة صراحة بغير مجاملة. نعم مشاريع تابعة لمن؟ البلدية مثلا، يعني يوم شفنا البلدية اعطت اللمسة. ممكن يعني أنا شاهدت، ذهبت إلى النجف الأشرف، شاهدت هناك تغيير وتحسن سواء كان من قبل العتبة أو من قبل الحكومة. لكن رأيت في كربلاء العتبات عملها أكثر من الحكومة، فيا ترى ما السبب؟ يعني نلتمس من الحكومة أو من محافظ كربلاء أن يعمل يد مع العتبة حتى نرى أنه هذه كربلاء خاصة نحن في الأربعين الحسين، يعني من كل دول العالم هي تعتبر منطقة سياحية بحد ذاتها، هي قبلة الأحرار، قبلة لكل يعني العالم. وهمنا مشروع أنه بالمستقبل أو مطلع عام 2022 تكون كربلاء عاصمة الثقافة أو عاصمة الزيارة الدينية والإسلامية بكل بقاع العالم يعني. إن شاء الله نلتمس بهذا الشيء، يعني إن شاء الله. هذا راح يزيد خطورة على الوضع الحالي، يعني إنه لازم نغير نكون في صدد توفير المكان المناسب لكل الزوار. أكيد أكيد، إحنا رأينا في مشهد المقدسة أصبحت من إحدى المدن اللي يعني اللي تقصد بها الثقافية، إحدى الدول المناطق سياحة دينية في العالم مشهد المقدسة، ولا نرى كربلاء ولا نرى النجف الأشرف. لكن الآن رأينا كربلاء إلى الأحسن، يعني ننتظر يعني لمسات حكومية من محافظة كربلاء أو من قبل الوزارة، وزارة الثقافة أو وزارة الإعمار، أن تكون إلى جنب العتبات حتى نرى كربلاء تكون من ضمن السياحة العالمية، تدخل في مصاف الدول العظمى، وهذا ليس قليل لكربلاء. فيعني يجب أن تكون كربلاء قبل لكل العالم، لأن كربلاء الحسين، كربلاء الفداء، كربلاء الكرام، كربلاء الفخر. نعم زين، برأيك هسه هذا المكان ملبي كل حاجتكم أنتم اليوم كمواطنين بتنزهون بهذا المكان؟ طبعا يعني بلا مجاملة، وأنا يعني مع الجو، يعني رأيت أشياء جيدة، أشياء جميلة ولطيفة، ورأيت يعني حتى الأطفال يعني يتجولون بكل راحة وطمأنينة صراحة. رأينا النظافة، رأينا توافر الماء، يعني كل وسائل الراحة. وهذا يعني أول ما دخلت أنا إلى هذا المكان يعني أخبرت من قبل العاملين، قالوا هو من ضمن العتبة الحسينية والعباسية. فنحن ننتظر ونترجى من الحكومة أن تقف جنب إلى جنب يعني مع
العتبات حتى نرى كربلاء أن تكون يعني هي مسار الثقافة ومسار السياحة ليس على العراق وليس الصعيد العربي، إنما للعالم أجمع. نعم، أنا أستاذ جامعي من جامعة طهران ستيام، الله يحفظك. أذن من ستيام، خلونا نروح وياكم بهذه الجولة وإن شاء الله راجعين خيار. الرحلة متواصلة مع الأهل وتعرفنا على آراهم اللي موجودة بهذا المتنزه، شيء جميل بالنسبة لهم، وكل الأشخاص اللي موجودين بزيارة لهذا المتنزه هم أثنوا على تواجده، ولكن بقت عندنا مرحلة أو مكان ما توجهنا له اللي هو حديقة الحيوانات. خلينا نشوف شنو اللي موجود داخل هذه الحديقة. شيء جميل يوم بمحافظة كربلاء ومتنزه بسيط أنشأتها هذه العتبة موجود بها هذه الحديقة. خل أترككم ويا محمد الأسدي، ومحمد راح يشوفكم الحيوانات اللي موجودة بهذه الأقفاص. نوع الحيوان قرد النسناس، يتغذى على اللحوم والفواكه والأعشاب، يعني شيء لطيف. شوف الثاني محمد، الخامس ثاني هذا الهامستر اللي موجود هنا محمد، شوفه، خلي شوفه. شوف هذا المكان مشاهدينا، هذا اللي هذا موجود واللي بعده واللي بعده، هذول اغلبهم الطيور اللي موجوده. هذا موجود هنا الكوكتيل، هذا القبش اذا تشوفوه، وهذا هنا موجود هذا دجاج، بس اول مره اني اشوف هذا الحجم. محمد هذا شنو اسمه يعني؟ ام دجاج بس شنو اسمه؟ اي بس يعني اكبر من المعتاد اللي احنا دائما نشوفه الدجاج. هذه الطيور الحمام، هذه هنا موجوده البط، وهذا النعام، هذا النعام. يعني تقريبا اكو تنوع بالحيوانات اللي موجوده والطيور اللي موجوده بهذه المحميه الصغيره. هذا هنا هذا الروت وايل ارن، الكلاب البوليسية تستخدم عادة بالأجهزة الأمنية، تستخدمها تتدرب، بعد ما تتدرب أيضا تكون لها فاعلية قوية جدا. هذا الأسد،
طبعاً بصورة عامة هو حيوان الأسد يتغذى على اللحوم، لكن هذا موطنه هو أفريقيا. أكو بعد أيضاً أحد الحيوانات الآكلة اللحوم أعتقد اللي هو أيضاً هذا أسد موجود وأيضاً من أفريقيا، هذا موجود هنا أيضاً. ف قبل قليل كان بهذا القفص أسد وهذا أيضاً أسد آخر موجود بهذه المحمية. أيضاً هذا المكان اللي موجود الآن هو الطيور الجارحة موجودة بهذه الأقواس مثل ما تشاهدون، الصقور اللي تتغذى عادة أيضا على اللحم، وهذه هنا الماعز والغزال والطاووس والدجاج، كوكتيل من الحيوانات موجودين بهذا المكان بصورة عامة يعني. مختلف أنواع الطيور اللي موجودة في هذا المكان شاهدوها الآن، هذا طاووس واحدة من اللحظات الحلوة اللي دائما ما نشوفها. أيضا متواجدين بهذا المكان اللي يحتوي على الطاووس الهندي والسريلانكي موجود أيضا بهذه الأقفاص. محمد هذه هنا موجود الطاووس الهندي والسريلانكي، ألوانهم حلوة جميلة يعني بصورة عامة، يعني كل نوع من أنواع الحيوانات أو الطيور اللي موجودة بهذا المكان هي لطيفة يعني. عندما يأتي الزائر لهذا المتنزه فيعني يشاهد هذه المحمية من الحيوانات والطيور اللي موجودة بهذا المكان يستمتع، ويستمتعون الأطفال عندما يشاهدون هذا المكان، شيء جميل ويحسب لمحافظة كربلاء من قبل العتبة الحسينية. هذه جولة مراسل اليوم، احنا سلطنا بها الضوء على هذا المشروع او هذا المتنزه او المشتل بصورة عامة اللي اتخذته العتبة الحسينية، بالتالي هو شيء جميل، ونتأمل من الحكومة العراقية والمحلية اللي موجودة انه تنشئ مثل هكذا مشاتل تحسب وايضا تضيف شيء جميل لمحافظة كربلاء خصوصا وهي محتاجة إلى مثل هكذا يعني متنزهات جميلة، حدائق حيوانات، كل ما تحتاج المحافظة أنه يتوفر لها من ناحية الترفيه عن النفس والحدائق الجميلة.